أجواء احتفالية في عاصمة الثقافة الأوروبية مونس، عروض فنية وضوئية في كل مكان من المدينة. منذ سنوات والمدينة البلجيكية الصغيرة تتنافس للحصول على هذا اللقب، والآن حصلت عليه واحتفل بهذه المناسبة يوم السبت أكثر من 100,000 من سكانها وزوارها. لقب عاصمة الثقافة 2015 شرف لنا، يسعدنا الانتماء لمدينة كهذه، إنها رسالة ثقافية للجميع. العيون تتجه اليوم إلى مونس وهذا أمر رائع. اشتهرت مونس في العصور الوسطى بصناعة الأقمشة الراقية، ولا تزال هناك معالم تعبر عن تلك الحقبة الذهبية ككنيسة سانت فالتروديس أو القصور في المدينة القديمة أو رمز مدينة مونس البرج الشهير الذي يعود إلى القرن 18 والذي أعلنته اليونسكو إرثا ثقافيا. في القرن 19 بدأ التنقيب في مونس عن الفحم الحجري الذي كان مصدرا ماديا لها. أما اليوم فخمس سكانها البالغ عددهم 95,000 نسمة عاطلون عن العمل. وفي عام 2007 شهدت مونس طفرة اقتصادية بعد اختيارها من قبل جوجل مركزا للمعلومات في أوروبا. المدينة غطت في نوم عميق، فبعد فترة الستينيات الذهبية، أي بعد نفاد مخزون الفحم الحجري، ساءت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في مونس. واليوم يوجد في المدينة قرابة 100 مؤسسة وشركة تؤمن وظائف عمل لـ2000 شخص فقط. وستستغل مونس حملها للقب عاصمة الثقافة الأوروبية لتحسين صورتها كمدينة أوروبية صغيرة ذات تاريخ عريق وحاضر مبشر، وذلك من خلال مشروع شوارع مدينة مونس المستوحى من فكرة ستريت فيو لدى شركة جوجل. هذا المشروع طورته مجموعة الفنانين XTNT ومواطنو المدينة في الصيف الماضي، لكن مونس تعول على الفن الكلاسيكي، وأهم العروض الكلاسيكية سيكون معرضاً في متحف الفن الجميل تعرض فيه أعمال بورتريه للفنان فينسنت فان غوخ الذي عاش سنتين في مدينة مونس قرر خلالهما أن يعمل رساماً. وكان الحي العمالي ملهماً له في أعماله الخارجة عن حدود الزمن، وحتى 17 من مايو يمكن مشاهدة 70 عملاً له بين رسومات قديمة ولوحات فنية. منظمو المعرض يريدون تحقيق هدف الرئيسي من خلال ذلك. نريد تغيير عقلية الناس وإقناعهم بأن تغيير ظروف حياتنا الحالية ممكن، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه مشروعنا والمعرض والسنة التي ستكون فيها عاصمة للثقافة. العمل الفني الأفراز أو الجملة يهدف إلى تحفيز التفكير لدى المواطنين، وهو يناقش الإرث الثقافي للمدينة، الجملة التي ستكتب جزءاً تلو الآخر على مدار السنة. نحن هنا كل يوم نرسم ونتحدث مع المواطنين، وهذا بمثابة تاريخ نكتبه من جديد بمشاركة أهالي المدينة. ويفترض أن لا تنحصر الاستفادة من لقب هذا العام على القطاع الثقافي فقط، بل أن تشمل صورة المدينة أيضاً. أرسونيك هو واحد من مسرحين موسيقيين جديدين في المدينة. محطة القطارات من تصميم المعماري الشهير سانتياغو كالاترافا لا تزال قيد البناء حالياً، وستفتتح في عام 2018. في الجوار مباشرة مركز المؤتمرات الجديد الذي صممه المعماري الشهير دانيال ليبسكنت، وهو مخصص للمؤتمرات الدولية. حصلت مدينة مونس على 350 مليون يورو لتحديث بنيتها التحتية، إضافة إلى 70 مليون يورو للبرنامج الثقافي، وهذه الأموال هي من متبرعين وكذلك من خزينة الدولة البلجيكية. وتريد مونس الاستفادة من هذا الحدث لتطوير المنطقة بأكملها. في الحقيقة مونس ليست معروفة سوى للقلائل في أوروبا، لكن الآن الجميع يتابع أخبارنا ويشاهد صوراً عن المدينة ويعرف معرض فان غوخ، ولا فرق عندي إذا جاء الناس بسبب مونس أو بسبب فان غوخ. فنحن نريد أن نقدم لهم كزائرين مدينة جميلة عليهم أن يكتشفوها. وحتى نهاية عام 2015 تتوقع المدينة قدوم مليوني زائر تتبعهم شركات ووظائف جديدة، ومن الآن يفترض أن يعود الانتعاش إلى مونس.